في الحرب الروسية الأوكرانية، معارك عسكرية على الأرض وهجمات إلكترونية في الفضاء، ضحايا من البشر ومن المواقع الإلكترونية على حد سواء. منذ اليوم الأول للحرب في 24 من فبراير الماضي أو قبله بقليل، يحتل الحديث عن الحرب السبرانية حيزاً كبيراً من التغطية الإعلامية بجانب التغطية العسكرية لسير المعارك. الهاكرز أو المخترقون، إنهم جنود الحرب الإلكترونية وحامل لواء الدفاع عن المخدرات الإلكترونية للوطن واختراق العتاد الإلكتروني للعدو. مجموعات أنينيموس أصحاب الشهرة الأكبر في مجال الحروب السبرانية أعلنوا منذ البداية اختراقهم لموقع البنك المركزي الروسي، موجهين رسالة للرئيس فلاديمير بوتين ووصفوه فيها بمجرم الحرب وقاتل الأطفال. Now, we share thousands of documents belonging to the Central Bank of Russia. The people of Russia suffered economically. Vladimir Putin is a liar, a dictator, a war criminal and a child murderer. 35,000 من وثائق البنك المركزي التي وصفت بالسرية أعلن المخترقون عن الوصول إليها وهددوا بتسريبها كاملة لوسائل الإعلام. لم تكتفي مجموعات الهاكرز باختراق البنك المركزي الروسي، بل أعلنوا وصولهم إلى كاميرات المراقبة داخل الكرملين وبثوا شرائط مصورة لما زعموا أنها تسجيلات توثق اجتماعات لمسؤولين حكوميين روس. نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيلو فيدوروف أنشأ قناة على تطبيق تيليجرام دعا فيها كل من له القدرة على عمليات الاختراق الإلكتروني، أوكرانياً كان أم أجنبياً، الانضمام إلى جانب أوكرانيا في معركتها السبرانية. وعلى الجانب الآخر، ووفقاً لتقرير نشره موقع ناشونال انترست الأمريكي، تحدث فيه عما يمكن تسميته بحرب إلكترونية حقيقية تدور رحاها في الفضاء الإلكتروني بين الطرفين. التقرير أشار إلى أن القراصنة الروس شنوا حملة كبيرة نشروا خلالها برامج خبيثة كبرنامج هرمتك ويبر المعني بتدمير البيانات، واستهدفوا مواقع حكومية أوكرانية. كما فوض الكريملين عصابات إلكترونية لشن عمليات ضد المواقع الأوكرانية بحسب التقرير. وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أقرت كييف بتعرض مواقع وزارات الخارجية والزراعة والعلوم للاختراق وتعطلت لفترة من الوقت ويجري العمل على إصلاحها. الحرب الروسية الأوكرانية في الفضاء الإلكتروني مستمرة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها، كما هو الحال في المعارك على الأرض أيضاً.